أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا تأشيرة وقضية إنسانية وحقوقية جديدة نطل فيها في هذا البرنامج. اليوم نتحول إلى الجزائر وهناك قضية جديدة لإحدى أو لأحد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم من غوانتنامو ليجد السجن والمعتقل في بلاده، ينتظر الاعتقال في الجزائر، حيث طالبت المنظمة الحقوقية البريطانية بريف طالبت السلطات الجزائرية مؤخرا باستعادة حق سجين جزائري يدعى عبد العزيز ناجي في محاكمة عادلة وإلغاء الحكم الصادر ضده. وقالت المنظمة أن التهم المنسوبة إليه تهم خاطئة وقد فشل المدعي العام في تقديم أي أدلة ضده. وأبرزت هذه المنظمة البريطانية أن اعتقال المواطن الجزائري المذكور تم على أرض وطنه بعد أن مكث 8 سنوات في سجن غوانتنامو دون تهم منسوبة إليه ودون محاكمة، وذلك بعد أن برأته السلطات الأمريكية في العام 2010 وأعادته قسرا إلى الجزائر رغم توسلاته بأنه سيواجه اعتقالات أو اعتقالا تعسفيا. إذن معنا شقيق المعتقل عبد العزيز الأستاذ ناجي عقبة. أستاذ ناجي مرحبا بك. مرحبا يا أخي، أولا أشكر قناتكم لإتاحة هذه الفرصة. أشكرك يا أستاذ ناجي. بداية يعني أستاذ ناجي، لما عبد العزيز شقيقك أطلق سراحه من غوانتنامو، يعني هل كانت السلطات الأمريكية تشترط أن يتم اعتقاله في موطنه الأصلي؟ نعم، كان السلطات الأمريكية تشترط أن يوقع كل أسبوع عند الأمن العسكري ببتنا الجزائر. طيب متى تم اعتقاله يعني؟ وإيش الإطار القانوني اللي بررت فيه السلطات الجزائرية هذا الأمر؟ يا أخي، كان أخي عبد العزيز يطمع أن تقف الحكومة الجزائرية معه لمطالبه بتعويضات كمواطن جزائري سجن 8 سنوات ظلم بدون أي جريمة أو تهم من الحكومة الأمريكية. طيب كان يأمل أن تقوم الحكومة بتوفير يضمن له الحياة الكريمة، وخصوص أن أخي معاق. تمام، ومن ثم للأسف الشديد سمح له خلال احتجازه في غوانتنامو بالدفاع عن نفسه. أما في بلده يا أخي، أما في بلده فقد سمح للسفارة الأمريكية بالحضور والتكلم، وعندما أراد هو الكلام قال لها القاضي اسكت لا تتكلم أنت إرهابي. طيب يا ناجي، هو يعني حسب ما جاء في الخبر أنه عبد العزيز كان يرفض العودة إلى الجزائر، كيف تقول أنه كان يأمل بمحاكمة عادلة وهو أصلا كان لا يريد أن يسلم إلى الجزائر؟ يا أخي، السلطات الأمريكية أعطته الأمان، قالت له إحنا نعاونوك كي تصل الجزائر ونعطيوك المساعدة، وأخي ما لقى شيء من الحكومة الأمريكية حتى من الحكومة الجزائرية، ما عنده مساعدة، ما عنده شيء هنا، وخاصة أخي معاق. شو طبيعة الإعاقة عنده؟ ساقه الأيمن. طيب هو وين معتقل يعني؟ شو ظروف اعتقاله هلا يا ناجي؟ هو معتقل بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ 16 جونفي، وهو مضرب عن الطعام إلى يومنا هذا. تمام، يعني بقاله أكثر من أسبوعين، 3 أسابيع تقريبا. نعم يا أخي. طيب هو هل خضع لقضاء عفوا لمحاكمة يعني في الجزائر؟ يا أخي، هو ما يدري بأي شيء. هو لقى نفسه على الجريدة أن عنده محكمة ب 16 بالشهر. هو فرح، كان يخم بالتعويضات من أمريكا.
سجناء 8 سنوات ظلم بدون أي جرائم أو تهم من الحكومة الأمريكية. طب هو صحيح أنه الحكومة الأمريكية أصدرت قرار ببراءته أو أنه غير متهم؟ يا أخي أنا تكلمت مع محاميه هادي آلن ودوريس من المحاميه من غوانتانامو. وقالوا لي عبد العزيز الكيس نتاعو سما نظيف ما فيه خلل ما حكمت عليها اي شيء ما حكموا عليها اي شيء. طيب هو يعني كيف تم اعتقاله؟ يعني تروي لي قصه انه كيف وصل يعني من الجزائر، كيف طلع وين تم اعتقاله وكيف وصل لغوانتانامو؟ والله يا اخي اخويا ناجي عبد العزيز هو خرج من الجزائر 1999 وهو راح على السعودية وبعدين راح مع الهلال الأحمر السعودي إلى باكستان. وهناك تم اعتقاله في 2002 في باكستان الأمريكية باكستان. تم اعتقاله من السلطات الأمريكية وداو على غوانتانامو 8 سنوات، أكثر من 8 سنوات وعليه آثار تعذيب. وهو كي رجعنا لهنا البلاد راح كيما نقولوا راح عبد ورجع نص عبد. يا أخي طيب خلال 8 سنوات اعتقاله في غوانتانامو نعم. ناجي هل كنت تستطيع يعني التواصل معاه؟ كان في محامي زودكم بأخباره؟ 8 سنوات هاي شو صار فيها؟ يا أخي اتصلت بنا محامية الأمريكية هذه قالت لنا باللي عبد العزيز راهو في غوانتانامو، واحنا في 2004 اتصلت بنا الأمريكية قالت لنا راهو في غوانتانامو وبقات معنا اتصال على طول ويبعثون الرسائل هذا ما فقط. طيب في حالات يعني في حالات يا ناجي مشابهة مثل حالة أخوك عبد العزيز تم ترحيلها إلى الجزائر؟ نعم شو مصيرهم كان؟ والله مصيرهم مجهول يا أخويا، مصيرهم مجهول. تم اعتقالهم يعني؟ نعم. طيب. يا أخي الجزائريين موجودين في السجون الخارج يرفضون الرجوع إلى بلدهم محقين يا أخويا اللي خوفهم من مثل هذا المصير الظالم. هذا يعني مأساة يعني اليوم نتكلم في هاي الحالة. والله حالة أمه يا أخي حالة أمه الصحية المتدهورة من شدة الصدمة لأنها ظنت أن ابنها عاد إلى حضن بلده ولكن وجد السجن مفتوح أمامه. هذه حالة يعني حالة عبد العزيز أو غيره ناجي حالة فعلا تطرح ملف حقوقي وإنساني أنه هؤلاء المعتقلين في سجون غوانتانامو أو في السجون الأمريكية، وكذلك كان في عندنا معتقلين في السجون العراقية في العراق كان يفضل السجان الأمريكي أو يفضل البقاء في هذا المعتقل الأمريكي خشية من العودة لبلدانهم. يعني هذه الظروف والله لا يمكن أن تستمر هذه الحالة. على كل حال أنا يا أخويا ناجي يعني أريد أن أسألك يعني طيلة لما عاد عبد العزيز للجزائر وتم اعتقاله في توجهت أنت أو العائلة للحكومة الجزائرية لمسؤولين جزائريين وطلبت يعني وشرحت القصة؟ والله يا أخي هي المحامية الأمريكية اتصلت بنا وقالت لنا عبد العزيز راح نهبطوه الجزائر نسلموه الحكومة الأمريكية راح تسلم خويا عبد العزيز للجزائر. وبعدين 20 يوم وما بان عليه ما بان وإحنا نتصلوا بال 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 حقوق الإنسان اتصلوا بهم أخي مخطوف واتصلنا بالجزيرة
وبعدين قالوا لنا الأمن العسكري إنه موجود عنده غير أسبوع ولا أسبوعين هو عندهم في الاحتجاز، وبعدين سلموه لنا. طيب المنظمات الحقوقية يعني في أكثر من منظمة بريطانية وغيرها نشرت يعني بيان استنكرت فيه الاعتقال وقالت إنه التهم المنسوبة تهم خاطئة وغير مدعومة بأدلة. لو تحكي لي كيف يعني تعاون المنظمات الإنسانية والحقوقية معكم؟ والله تكلمنا مع الجزيرة يا أخي، وتكلمت الحكومة الأمريكية أن عبد العزيز سلمته الدولة الجزائرية، وبعدين مع حقوق الإنسان هما الرايت، هما اللي دلونا عليه راهو عند الأمن العسكري، وإحنا طلبنا من عند الأمن العسكري. شفتوه؟ طيب زرتوه يا ناجي؟ هو يعني شفتوه في نعم. الجزائر عندما عاد؟ نعم. لما رجع نعم. أتيح لكم تزوروه نعم. أنت والعائلة؟ ما كنا نشوفوه، ما كنا نزوروه. يعني شفتوه طيب لما عاد ولا لم يسمح لكم؟ لم يسمح لنا تقريبا 20 يوم لم يسمح لنا. يعني مباشرة اجى من غوانتنامو على السجن. مباشرة من غوانتنامو على السجن. إذا نذكر مشاهدي الكرام انه عبد العزيز ناجي مواطن جزائري يبلغ من العمر 37 عام، ولد في مدينة باتنا، وهو يعني عنده احتياج خاص او معاق بعد ان فقد احدى ساقيه، كان قد ألقي عليه القبض في العام 2002 حسب ما جاء في الخبر وحسب ما الآن يؤكد ذلك شقيقه ناجي، وذلك في باكستان من قبل أجهزة الاستخبارات الباكستانية سلمته إلى المخابرات الأمريكية. وبعدين 8 سنوات في غوانتنامو أصدرت السلطات الأمريكية قرار بأنه لا توجد تهم ثابتة على ناجي بأنه متعامل مع القاعدة أو إرهابي أو غيره. بعد أن وصل على الرغم من رفضه بأن يسلم إلى السلطات في الجزائر حيث كان يخشى أن يتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة، سلمته الولايات المتحدة في النهاية إلى السلطات الجزائرية في العام 2010، وباقي حتى الآن بدون أي يعني أي محاكمة أو أي تهم. طب ناجي، لو تضعنا في صورة عائلته، عائلة عبد العزيز شو ظروفها؟ زوجته، والدته، أولاده؟ يا أخي عبد العزيز كان يطمع أن يبني بيت ويتزوج ويسيب راحته حرية، بس صح الآن حالة أمي مريضة، أمي مريضة بزاف يا أخي. حالة أمي الصحية المتدهورة من شدة الصدمة، لأنها ظنت أن ابنها عاد لحضن بلده. والله يا أخي مريضة، وإحنا وش راح نقوله، نطلبه وأنا وناشد المسؤولين في دولة الجزائر وكل منظمات لحقوق الإنسان للنظر بعين العدالة في قضية أخي، وخصوصا أن أمي والله مريضة. طب أنت حاولت يعني العائلة أو وجهاء المنطقة حاولتوا تتواصلوا مثلا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، تبعثوا له يعني او للديوان صوره عن هذه الحاله؟ والله يا اخي باش نوصلوا لعبد العزيز بوتفليقه ربي يخليه لنا، ما نقدروا نوصلوا له. لو كان لقيت كيف نوصل له وانا وصلت له، لان اخي ما عمل شيء وقاصر، ما عمل شيء والله. طيب يعني خلال الفترة هاي كان في نشرته داخل الجزائر في وسائل إعلام نشرت قصة ناجي، ولا في تكتيم إعلامي؟ نعم، في الخبر الوطني وفي الشروق نشر التفاصيل. ما جاك أي رد من المسؤولين أو من؟ ما جانا رد من ريد كروس، هذا ما جانا رد، ما في. طيب شو يعني شو خطة العائلة خلال الفترة القادمة في التعامل مع الموضوع؟ يعني ايش بتفكر
انت والعائله انكم يعني ترتبوا من خطوات حتى تبقى قضيه عبد العزيز يعني قضيه حيه. والله يا اخي انا راح نطلع على الجزائر العاصمه ونشوف مع الصليب الاحمر ان شاء الله ونشوف. طب طلبتوا يعني ناجي طلبتوا من الصليب الاحمر انه يامن لكم زيارات لاخوك لشقيقك؟ نعم عبد العزيز. نعم. شو الرد؟ اشرح لي شو الرد. الرد قالوا لي يا اخي ارواح الجزائر العاصمه ونشوفوا كيف نعملوا التصريح. الجزائر العاصمه وين يعني؟ يعني في جهه معينه، في مكان، في هذا، ولا تروح باب الواد؟ يعني الصليب الاحمر قصدك ولا؟ نعم نعم. جهزتوا يعني خطاب؟ نعم، هو تشتغل في ايطاليا هناك وطلبت المساعده والحمد لله. طب المحاميه الامريكيه يا ناجي اللي كانت تتابع الملف في غوانتانامو اليوم، هل نعم. هل ستبقى تتابع الملف مع السلطات الجزائريه؟ نعم نعم، عالن ودوريس. نعم نعم، هم قالوا لي نكملوا معك المساعده وان شاء الله. شو وجهه نظرها في القضيه؟ نعم، شو يعني شو ماذا اخبرتكم؟ ما هي الوضع القانوني الان لعبد العزيز؟ الوضع القانوني والله مجهول يا اخويا، مجهول. طيب القضية مجهولة. القضية مجهولة، هو خاصة انه يعني حتى الان ما زال لم يخضع لمحاكمة او لا يعني عرض على القضاء. لا طيب. ما في شيء يا اخي، ما في اي شيء. طيب شو يعني رسالتك او مناشدتك للسلطات الرسمية الحكومية اللي يمكن انه يسمعوا لهذه القصة؟ يا اخي أنا أناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأناشد كل المسؤولين في دولة الجزائر وكل منظمات حقوق الإنسان بعين العدالة في قضية أخي، وخصوصا أن أمي في حالة سيئة جدا بسبب هذه الصدمة التي لم تكن تتوقعها من حكومة بلدنا. أخي قضيت اختبار لعدالة في محاكم الجزائر، وخصوص أن هناك الكثير من الجزائريين الموجودين بسجون غوانتانامو يرفضون الرجوع خوفا من هذا المصير الظالم يا أخويا. مش راح نقول لك مصير مجهول يعني. انت بتفضل يبقى والله بتفضل انه يبقى مسجون في غوانتانامو ولا يرجع لبلده؟ والله لو انا قلت انا قلت نعم انا طيب. انا تكلمت مع محاميه من امريكا وقلت لهم لو بقى اخي في غوانتانامو احسن بكثير. هذا سجن الحراش يا اخي، هذا سجن الحراش بالجزائر العاصمه هو غير الباد بيبل، كريمينال بيبل، غير المجرمين اللي سرقت والناس اللي دارت وقتلت. بصح اخي ما عمل شيء اخي من غوانتانامو على 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 سجن الحراش. والله ما هي. أتمنى الإطلاق سراح ناجي عقبة. أشكرك يعني على هذا على هذه المداخلة. هذه حالة مشاهدي الكرام من كثير من الحالات التي يتم فيها إطلاق سراح المعتقلين العرب في السجون، سواء سجون غوانتانامو أو السجون الأمريكية في العراق، وبعد ذلك يعني يتم اعتقال أو إعادة اعتقال هؤلاء الناس كما كان يجري في مصر وكما كان يجري في عدد من الدول العربية. واليوم في الجزائر هذا المعتقل أهله يفضل أن يبقى في غوانتانامو ولا أن يعود إلى بلده حتى يعتقل هناك ويخضع للأمن والمخابرات.
على كل حال شكرا مشاهدي الكرام، انتهت بهذا حلقة اليوم من بلا تأشيرة. أشكركم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله.